الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموت المسلمين جميعا. رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، حياكم الله معاي بيوم جديد. أهلا وسهلا بكل المتابعات اللي انضموا للقناة. تكة صغيرة تفصلنا عن 41,000 مشترك و 200,000. حياكم الله جميعا. يلا كذا قبل ما نبدأ الفيديو، لايك صغير يشجعني ويدعمني، لا تسوين سكيب. الفيديو مليان أفكار حلوة لغرف الأطفال. يلا كذا على بركة الله خلونا نبدأ. قبل ما أبدأ الفيديو حاب أقول شيء صغير. يفترض أن الفيديو هذا ما ينزل اليوم، تمام؟ يفترض أنه ينزل ملابسي أنا للعيد، أنا بصارونة بس يا بنات ما أمداني على المونتاج لأن الفيديو طويل، فنزلت لكم هذا الفيديو عشانه سهل وبسيط وما يحتاج مونتاج كثير. فاليوم بإذن الله تعالى بوريكم غرفة بنتي الكبيرة، الله يحفظها يا رب. سارونا عمرها يا بنات 6 سنوات، خلاص طبعا لها غرفة لحالها، والله يا رب كذا يكبر أختها على خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. لما تكبر أختها، يعني حنا هنا بالبيت هذا 3 سنين وطالعين البيت الجديد بإذن الله، بيت العمر خلاص بتشاركوني فيه طوبة طوبة بالقصيم بإذن الله. 3 سنوات بالكثير، ممكن أقل، نبدأ مع بعض بإذن الله تعالى العمار، تبدون معاي إن شاء الله مراحل العمار وعمار البيت واختيار الأثاث، كل شيء بتعيشونه معاي وتشوفون غرف بناتي إن شاء الله. بس هذه يا بنات حاليا غرفة سارة، بوريكم إياها كذا زنقة زنقة. خلاص يلا كذا بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نبدأ. أول حاجة حابة أوريكم إياها من هنا، هذا باب غرفتها. خلاص هذا يا بنات باب الغرفة، أنا معلقة عليه استيكر هنا من شيئين مكتوب عليه برنسس، تمام، بناء على اختيارها هي بغتها يعني، فخذيتها وحطيت لها إياها على الباب. خلاص يلا كذا نلف بالغرفة وأوريكم مش الأشياء الجديدة اللي جبتها وإيش الأشياء اللي جددناها بالغرفة. الغرفة انقلبت 180 درجة، بوريكم إياها ومليانة أفكار. يلا كذا على بركة الله خلونا نبدأ. أول شيء من الجدران، وزي ما تشوفون يا بنات هنا ركبنا ورق جدران السارونة. خلاص حطينا لها ورق جدران، هذا شكل ورق الجدران اللي أنا اخترته. طبعا هي كانت تبغى يونيكورن، تبغى الجدران كلها كانت تبيها يونيكورن، فقلت لها يا ماما ما يصير الجدران كلها يونيكورن، يعني الغرفة تصير مزعجة حتى للنظر، فأقنعتها بالزهور وقلت لها نجيب أشياء نعلقها وبإذن الله تعالى تعجبك. قالت خلص موافقة، فاخترنا ورق الجدران هذا. طبعا لو تلاحظون حاطة أنا هنا بنوهات، هذا ما كان موجود بالغرفة فركبنا لها كذا بنوه، قطعنا فيه الغرفة بالنص كذا وكذا زي ما انتم قاعدين تشوفون هنا. بالجدار هذا ما حطيت، ما حبيت اني انا ازحم الغرفة وسوي بالغرفة زحمة وتصير الجدران كلها كذا ورد ورد، حبيت يكون سادة علشان تطلع الغرفة هادية ورايقة، وكمان ما حبيت الورق يكون اخر الجدار، حبيته كذا يكون بالنص، فحسيت لا انه موديله احلى واجمل. حتى لو اطفي اللمبات يا بنات شوفوا، خلوني اوريكم والاجواء طافية، شوفوا الغرفة مرة مريحة والغرفة مرة هادية لها، شايفين حيل حلوة ومريحة، ما حسيت أبدا إنها مزعجة للنظر. باخذكم الحين بكل التفاصيل معي. خلاص بنات سكاكا، بالنسبة للورق هذا ركبناه كامل هنا وهنا، والجدار اللي وراي ركبناه يا بنات على 250 ريال من محل دلع بيتك. حلو، برضو كمان البنوه ركبونا يا هنا على الجدار هذا، وكمان على الجدار هذاك ركبونا يا بنات ب 200 ريال. خلاص بس الخط هذا كذا وكذا كذا وكذا، يعني هنا وهنا بس كلف يا بنات 200 ريال. خلاص كذا. طيب طبعا لو تلاحظون غرفتها ما شاء الله تبارك الله كبيرة، غرفتها يا بنات 5x4 وتعتبر من أكبر الغرف في البيت. ليش يوم سارة حطيتيها بغرفة كبيرة؟ لأني أدري أن أختها بتكبر بإذن الله تعالى وبتصير تنام معها بالغرفة، فأضطر أنه أنا أحط لها السرير كمان لها عند سارونا، فيصير بالغرفة فيها سريرين، فخذيت أكبر غرفة من البداية علشان ما أصير أعتل وأنقل وأحمل، فكانت هذه أنسب مكان لغرفة سارونا. ولو تلاحظون هنا هذه غرفة سارونا وهذه غرفتي، الغرف يا بنات جنب بعض. خلاص تمام كذا. يلا كذا نبدأ كذا بالأرضية، برضو الأرضية عندي انتم عارفينها اللي هي حرير صيني، وأنا مختارة لون وردي فاتح. خلاص طيب نجي هنا على جهة اليمين، أنا وعدتكم أني أوريكم التنظيمات اللي أنا حاطتها. ببدأ أول حاجة كذا من وراء الباب عشان تشوفون معاي، اللي حابات ياخذون فكرة أنا حاطة علاق ورا هنا،
حاطه فيه الشمسيه وحاطه فيه شناطها وحاطه عبايتها، وهذه الخيمه حقتها، وهذه الطاوله حقت الدراسه، تمام، الطاوله الارضيه عشان لو جتها معلمه خصوصيه او انا قعدت اذاكر لها، بكره ان شاء الله تجيها معلمتها الخصوصيه وتصير تدرسها هنا بغرفتها عشان ما تطلع الاغراض برا. اجل هنا لهذه الكومودينه اللي سالتوني عليها كثير، وما في وحده ما طلعت معاي هالكومودينه بالتصوير الا تسالني. اول حاجه الدروج اللي من تحت هذولا من هوم سنتر، خلاص من هوم سنتر. الدرج الواحد كان اتوقع كان ب 20 او 25 ريال، وبالنسبه للدرج هذا، هذا نفس حق ايكيا. انا خذيت المقاسات لاني كنت ساكنه بالقصيم، والقصيم وقتها ما فيها ايكيا، تمام، فخذينا المقاسات، المقاسات من الانترنت، ورحت المنجرة وفصلوا لي اياها زي ما انتم قاعدين تشوفون. خلاص بنات، خليت فوق فاضي عشان احط كتبها، اكسسواراتها، مكياجاتها، بكلاتها، وتحت انا حاطه الدروج، بوريكم الدروج وش بها. طبعا الدروج انا افكر انه اغيرها او اجددها، لان بعض الدروج خلاص تلفت، كان عمر سارة تقريبا وقتها سنة، لهم 5 سنين عندي، ومع الأسف واحد من بينهم هذا هو غسلته وتعفى التعفيط لأنه من داخل كرتون. فلا تغسلون يا بنات الدروج حقات هوم سنتر، أفكر كمان أني أجيب الليفة السحرية وليفهم، رغم أنهم ترى مو مرة متضررات، بس والله يبغى لهم غسيل ومسح، يعني يبيلهم خلاص كذا. طيب هنا من اليمين أنا حاطة كتبها بالخانة هذه، وهنا حاطة أكسسواراتها، هنا أكسسواراتها وذهبها، وهنا يا بنات حاطة مكياجاتها. وأنا عندي تعليق صغير بخصوص مكياجات سارة، تمام، جتني تعليقات كثيرة، أنتي بتدمرين بشرة بنتك بالمكياج، أنتي بتصيرين أبخص مني في بنتي؟ أكيد لا، ما راح يكون أحد أحرص من الأم، خصوصا لما تكون أم، ولله الحمد نبيها وحريصة. أنا لو شوف سارة عندها هوس بالمكياج بزيادة، مستحيل 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 أني أعرضها للخطر. بنتي ما تفتح المكياج إلا كل 5 أيام 6 أيام مرة، وش تحط روج بلاشر، الأشياء يا بنات اللي مضر، تبربس كذا وتطلع، فهميني. وأنا ما بحرمها من الحاجة هذه طالما بنتي قاعدة تطلع طاقتها بحاجة صح. أيم أفضل تقلم تبقى مقابلة الآيباد 24 ساعة، ولا تبقى مقابلة مثلا الجوالها 24 ساعة؟ لا، عندي سارة الحين أتكلم لكم عن أشياء بالغرفة لها وفرناها، لأنه بنتي ما عندها هوس الآيبادات والجوالات، سارة أغلب وقتها في غرفتها، فهميني؟ فأيهم أحسن، طفل يطلع طاقته بالمكياج ولا هو بمدمن، يعني حتى ممكن يمر أسبوع ما تحط، ولا طفل يقضي وقته على الجوال وعلى مواقع التواصل؟ أنت فكري فيها وراح تلقين أنه أم سارة صح، طالما بنتي ما قاعدة تسوي شيء خطأ وماني قاعدة أضرب بنتي، فعليها يا رب بألف عافية. خلاص هنا مكياجاتها، وهنا حاطة شوفوا مقسمة هنا هذه الدروج، أنا ما أخذتها من أبو خمسة، شايفين أبو خمسة عنده أشياء حلوة، مقسمة فيها كل بكلاتها، شايفين؟ خلاص. وهنا كمان أنا حاطة المطاطات الصغيرة، وهذه الشنطة فاضية ما فيها شيء، حقت مكياجاتها بس فاضية، وهنا حاطة عطوراتها وكريماتها. خلاص بنات، هنا هذول العلب اللي داخل، هذه قلت لكم عليهم، هذه هذه كانت من هوم سنتر، وهذه كمان من هوم سنتر، طقم خذيتهم لها. هنا في داخل أميرة، أميرة راقصة، هذه هي، خلاص جمع فيها كل اكسسواراتها وذهبها، تمام. طيب نجي الحين للدروج اللي تحت، خلوني أوريكم درج درج على السريع. هنا شراباتها، وهنا شناطها، وهنا هيل هباتها، وهنا ألعابها الكبيرة، طواق الشتاء، ألعابها الصغيرة، هنا طواق الصيف، وآخر درج يا بنات هذا ربطات الشعر الكبيرة زي كذا، خلاص نفس اللي كذا كبيرات، تمام. هذا اللي موجود بالدروج هذولا. هنا حطيت لها هذا الأرنب، زي ما تشوفون حبيت منظره، مرة لطيف، وأحكي لها حكايات فيه، أقولها مثلا هذا الأرنب شايفتي طق الباب لك سلة جزر، هذا الأرنب لقى زرع على بيته، وأحكي لها قصص فيه، وأبغى أجيب لها كذا ستيكر، كل واحد به قصة، فهميني؟ فأقعد أنا وياها هنا تشتغل عاد المخيلة. خلاص؟ طيب نجي الحين على جنب كذا على اليسار، هذا يا بنات بيت الدمى حق سارونة. بيت الدمى خذلها يا أبوها من بنات من الطفل السعيد ب 900 ريال، هذا كان ب 900، طبعا البيت خشب، خيرها بين بيوت، وهي اختارت هذا وخذلها يا
خلاص بنات كذا، طبعا باربياتها بوريكم اياها الحين. لو تلاحظون ما في غير، ما في الا بيت، ما في الا باربي واحدة، هذه هي. خلاص كذا شايفين، بوريكم الحين انا من حفظتهم. هنا على اليسار هذا مكتبها، خلاص كذا. هذا يا بنات المكتب حق سارونا، مكتب الدراسة. حلو، حاطت لها هذا الدرج، نظمة فيه كل أغراضها، كل أغراضها نظمتها هنا. خلاص بنات، ألوانها عندي سارة مدمنة التلوين، حيل تحب التلوين بالمرة تحبه، فوفرنا لها هذه علبة الألوان الكبيرة، وهنا تحت هنا في كراسات. خلاص بنات، طيب نجي الحين على المراية الكبيرة اللي سألتوني عليها كثير بالانستغرام، يا أم سارة المراية هذه من وين؟ شوفوا يا بنات، خلني أروح الجهة الثانية. هذه المراية من هذه المراية من في بحدة سألتني قلتها من مفروشات خلف، أنا على بالي من مفروشات خلف، أنا آسفة، لأن أبو سارة اللي شراها وأنا ما كنت بالبيت. سارة قالت لأبوها، بابا أنا لما ألبس ملابس ما أقدر أشوف ملابسي على المراية، حكتي مرايتي صغيرة، فراح على طول خذاها. أنا كنت وقتها عند أمي، ولدانا ولا لا، والله أني ناسية يا بنات، أو لا كنت عند أمي نايمة ما أدري والله، بس ما كنت ولدانا لا. فلما رجعت على طول، لما جيت للبيت لقيت وحاطت المراية هذه هنا، إيه كان عندي موعد وكنت ليلتها نايمة عند أمي قبل ما أولد، فدق على سارة وخذاها. يوم جيت أنا المراية موجودة، وقالت لي ماما بابا جاب لي مراية، فلما جيت شفتها. فلما سألته هو قال لي مفروشات خلف، أنا ماني مركزة. بنات سكاكيا تعرفون، تعرفون محل كيك وكنافة اللي على طريق قارة، في محل بعده من عنده، سعرها يا بنات 480 أو 450 حاجة زي كذا أذكر قال لي، بس ما شاء الله تبارك الرحمن مرة كبيرة المراية، مرة كبيرة شايفين، ولونها زي ما أنتم شايفين نفس لون غرفتها بالضبط. طبعا هي اللي اختارتها، خشب مهي بلاستيك، المراية ما شاء الله ثقيلة ثقيلة ثقيلة، حطينا لها بالزاوية كذا. خلاص نجي الحين على التسريحة، التسريحة حقتها خذيناها من المخازن الكبرى، كان سعرها 400 كمان 480 أو 580 أنا ناسية، ومعها الكرسي حقها كانوا اثنين مع بعض. بوريكم الحين إيش الأشياء اللي أنا حاطتها بالمراية لها، مو المراية بالتسريحة. هذا بخاخ المي حقها حاطت لها فيه المرطب الماسك، هذه وردة، هناك فرش المكياج حقاتها، وهذه أنا حطيتها علشان تحمي، شوفوا تفكونه بكل سهولة شايفين ما يترك أثر، لحظة بس أنا ما بفكه عشان ما يحتاج، شوفوا ما يترك أثر ويحافظ على الطاولة من الخدوش. هنا حاطة البودرة حقتها، هذه من ولادتها البودرة، تخيلوا حطت لها بودرة حتى أرقبتها إلى الحين بعد الترويش. وهنا حاطت لها المشابك الصغيرة البنسات، وهنا حاطت لها المشابك الكبيرة، عفوا قصاصة الأظافر والمشبك الكبير. وهنا تحت هنا حاطت لها نظاراتها، وهنا أوريكم أمشاط الشعر وأظافرها. خلاص هذا كذا تسريحة سارونا، كرسيها بكل شيء. تمام بنات، الحين أبغى أخذكم كذا للسرير حقها، طبعا فوق في ساعة. تمام نجي كذا للسرير، سرير حقها سرير عادي جدا. في بنات قالوا يا أم سارة خذي السرير اللي بمصدات له حواجز، ما خذينا صراحة. ليش سارة ما تقلب؟ بنتي ما تقلب، ما تقلب من السرير. وشيء ثاني، واحدة كمان قالت لي يا أم سارة ليه ما خذيتي من السراير البيضة الخشب اللي بها فتحة من تحت؟ سارونا ما تحب السراير المفتوحة من تحت، أشياء أنتم ما تعرفونها لكم الظاهر بس، يعني البعض ما يدري لها الظاهر بس ما تدري عن الخفايا. عندي سارة ما تحب السرير المفتوح من تحت، تحب السرير المقفل، فخذينا لها هذا السرير من تحت يا بنات مغلق. شوفوا أوريكم، شوفوا مسكر، تعبنا على ما لقينا سرير زي كذا ما تبغى فيه ولا فتحة، تبغاه مختوم ختم، فخذينا لهذا السرير، وترى عريض، سرير مرة كبير مو صغير. خلاص يا بنات، طيب بالنسبة للمفرش، مفرش عادي جاب لها يا أبوها توه جديد، جايب لها يا تذكرون كان زهري عادي، هذا خذ لها يا أبوها توقع قبل أبوها قبل أمس جاب لها يا. خلاص كذا، وهنا حاطة سارة كل دماها وصديقاتها، هذه وهذه 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 اللي ماني عارفة كيف سارة تحبها، بالحيل تحبها شايفين. وهنا الصناديق، برضو بتكلم شيء بخصوص الدمى. تمام جيني تعليقات، أم سارونا لا تطلع الدمى من غرفة بنتك، شوفي تلعب بنتي بالدمى تمام، ولا تلعب على ايباد، تمشطهم تمكيجهم تغير لهم تبودرهم تعطرهم، هذه كانت مرة حلوة، كانت زي كذا سارة مكيجتها وغيرتها وشرت لها ملابس وتحفظها مدري وش تسوي،
طلع طاقتها كبنت بالأشياء هذه أحسن ما تروح تطلع طاقتها بالتيك توك والبرامج الثانية. كل أم عندها قناعة، طالما الألعاب قاعدة تهان ويلعب فيها فبكيفها، لكن دا طالما الدمى للصمت يعني بس للعرض لا، لكن الدمى كلها صارت تلعبها خلاص كذا. طيب نجي الحين للكمودين الصغنوطة هذه اللي جنب السرير، بوريكم أنا إيش محاطة هنا. لحظة خلوني أجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يا بنات أول، خلوني أوريكم أول واحد تحت تحت أنا إيش حاطة فيه. هذا أول واحد حاطة هنا بكلاتها الكبيرة. هذا طقم، مو طقم، علب خذيتها من كاسر الأعصاب. هنا ساعاتها، وهنا يا بنات أوريكم الورد حق الشهر. خلاص كذا، هذا طقم أنا ركبته مكاسر الأسعار. هنا حاطة وردة وحاطت لها فاين. بأول درج هنا هذه سجادة الصلاة حقتها مع الجلال، وتحت حاطة لفافات الشعر وحاطة استشوارها، وهذا هذه الطبعات بها يونيكور بنلزق لها إياها بإذن الله تعالى، بشوف عاد أي يوم ألزق لها إياها. تمام. هنا حاطت لها الدمى القطنية، هذه كلها عندي سارة عندها هوس بالدمى القطنية اللي زي كذا، ما تقاوم اللي هيك زي كذا، شوفوا هذول اللي يجون زي كذا، عرفتوهم؟ عندي سارونة هوس بالأشياء اللي زي كذا، فصراحة هذه السلة كلها دمى قطنية تكبها وتلعب فيها. حلو. طيب خلونا نجي كذا على جهة اليمين، هنا طبعا في مكيف، مكيف عادي شباك. ونجي الحين للستارة هذه، هذه ستارة الجديدة اللي شريتها من شيئن، شوفوا ما أحلاها وطلعت على نفس المقاس. شوفوا يا بنات وش زينها، حتى بالنهار تفتح النفس. خذيت لها لون أبيض مرة حلوة ومرة رايقة، وفي مفاجأة بآخر الفيديو لا تسوين سكيب، متأكدة كلكم راح تطلبونها. تمام. طيب هذه ستارة كذا، أنا لما طلبتها يا بنات طلبت قطعتين، يعني طلبت ستارة وثانية. أنت لما تشترينهم تجي قطعة واحدة، ما تجي قطعتين. خلاص. طيب نجي هنا على جهة اليسار، هذا يسار الغرفة يجي بالشكل هذا. تمام كذا. هنا حبيت أحط الورق كامل، ما حبيت أني أقسمه، حسيته أحلى وأشيك. هذا مطبخة، مطبخة خشب قديم قديم عندها من نون. تمام. لعبت فيه لما قالت الله حق، لعبت فيه لعبت فيه لين قالت بس. هذه بها بطارية بس مو قاعدة تشتغل، ماني عارفة ليش. تمام. هذا مطبخها وكرسيها ثلاجة الفريزر، وهذه سيارتها حقت الباربيهات، وهذه لعبة، وهذا مايكروويف وما أدري إيش. إنهم مطبخة، وهذه عدة التنظيف حقتها تموت عليها، ويا ويلي اللي يلمسها، مكناسة والممسح الأرضية والمجراف. هذه كنت ماخذت لها إياها من منين والله ماني عارفة، بس ما كانت هذه ما كانت رخيصة أذكر، والله ماني عارفة، تقريبا كانت 200 وشوي لأنها خشب، وجودتها صراحة مرة عالية. أنت لو تبغين تكنسين فيها تمشي معاكي، حيل حلوة. طيب نجي الحين للضيف الجيد بالغرفة اللي هو التلفزيون. خلاص. طبعا أنا ما عندي طاولة تلفزيون، حطيت لها هذه، لقيتها عندي بالمخزن، قلت إيش فيها تمشي الحال، أقدر أجلدها بعد تجليد، نفس التجليد هذا اللي علي ورد، هذا أنا مجلدته فيني أجلد هنا وخلاص. قلت لأبوها لا تشتري طاولة جيدة حرام، هذه قاعدة عندي بالمخزن وماخذة مكان، خلاص نحطها هنا وبس. فحطينا لها الشاشة وحطينا لها الطاولة زي ما تشوفون، وصارت تقعد هنا بغرفتها على سريرها تتفرج وتاكل. حتى لما يجون بنات خواتي، بنات خواني يجتمعون بهالغرفة يشغلون التلفزيون يبعدوني عن اللجة، فهميني؟ فحيل حبيت الفكرة. وزي ما قلت لكم سارة ما عندها هوس تفرج على التلفزيونات وما أدري إيش، بس حاولت أوفر لها كل حاجة بالغرفة. أهم شيء، أهم شيء إني ما أشغلها بالأيباد وأشغلها بالجوال. هنا بالصندوق هذا اللي تحت، هذا الصندوق من أيام جولي شيك، تخيلوا يا بنات خذيته بمئة ريال والله العظيم. شوفوا أنا بوريكم شيء، أنا ترى ماني نحيفة بس بوريكم حاجة. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا يا بنات أنا قعدت على الصندوق من قوة الصندوق، كان بمية من أيام جولي شيك الله يا رب يذكره بالخير. فخذيت لها هذا الصندوق من أيام جولي شيك، شوفوا مكتوب عليه كيك شوب، شوفوا ايش حاطت لها هنا أوريكم. حاطت لها هنا كل باربيهاتها، هنا بس الباربيات في تقريبا 40 باربي هنا والله يا بنات، يمكن أكثر. شوفوا مليان كل الألوان كل الأشكال كل اللي أنتم حابين، مليان هنا باربيهات. تمام. وهذا تلفزيونها، تلفزيونها خذاء أبوها من نون من شركة جيباس تقريبا ب 400-300 وشوي بالحدود هذه. خلاص يا بنات كذا تكون غرفة سارونا خلصت، بقيت المفاجأة اللي قلت لكم بوريكم إياها آخر الفيديو
لا تسوي نسكب لأني بوريك إياها الحين، ومتأكدة بإذن الله تعالى كلكم تبون تطلبونها. قبل ما أوريكم إياها، هذه ثري تصارونة بعد، خلاص خلوني أوريكم الأجواء لما تطفي اللمبات. شوفوا صارونة حيلة تحب غرفتها، حيلة تحب غرفتها، وتقعد تلعب تجلي في مجلاها بعد برا في مي وصابون ومدري شو. وريتكم يا لي ما ضافتني على الانستغرام، فاللي ما ضافتني يا بنات تضيفني على الانستغرام، بخلي لكم يا تحت في صندوق الوصف وأول كومنت مثبت. الحين أبوريكم المفاجأة اللي قلت لكم عليها، مستعدين؟ طيب تذكرون هذا الجهاز اللي خذيناه من شيئن؟ خلاص قلت لكم يطلع نجوم بالسقف فوق، وبوريكم اياه لما نركب الغرفه، جاء وقته. بس قبل ما اوريكم اياه دقيقه، بس هذه اللزقه اللي رزقناها بالغرفه اللي هي الارانب، كمان نحكي عليها قصص انا وسارونه ونسولف وكل شيء، يعني نسولف قصص اشياء كثيره. احب الملصقات هذه، توسع الخيال عند الطفل. الحين تعالوا معاي، خلوني اوريكم هذا الجهاز البطل 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 اللي من شيئن، يجي مع ريموت. خلاص إذا حابين بخلي لكم رقمه على المنتدى وكلكم اطلبوه، ولا تنسون تستخدمون كود خصمي استخدموه يا بنات، كمان بخلي لكم إياه على المنتدى. ويلا تعالوا نشوف الجهاز مع بعض. أول حاجة أنا حابة أطفي اللمبات عشان نشغل الجهاز. الجهاز يعمل كذا، فيش كهرب مو بطارية. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش رايكم؟ عالم آخر، شوفوا عالم ثاني. أنا ودي أسكن هنا صراحة. شوفوا النجوم ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا يا بنات شوفوا. طبعا الريموت يغير لكم الألوان، مو بس يغير الألوان، يخلي الرسومات متحركة. شايفات؟ شوفوا دقيقة، يخلي يا بنات الرسومات كلها متحركة. خلوني أجي من هنا، شوفوا يا بنات بدأت الرسومات تتحرك. مو بس الرسومات، فيكم كمان تغيرون الألوان. يلا خلونا نغير الألوان مع بعض عشان تشوفون كيف. شو رايكم؟ يلا كلكم اطلبوها لبناتكم. أتمنى يا رب تكون عجبتكم وفادتكم الفكرة، لأنها صارت سارونتي من قلب. خلوني أجي من هنا، أحس من هنا تطلع الرسومات أحلى، تطلع الرسومات أوضح. شوفوا عالم آخر، هذا وردي، إيش هذا الجمال؟ خلونا نطفي الشاشة ونشوف الألوان. شوفوا الأحمر، شوفوا عالم ثاني يا بنات من الجمال. حتى أنت فيك تطلبينه لنفسك يعني. خلوني أطفي الشاشة علشان تشوفون الأجواء بدون ضوء. خلاص شوفوا الأجواء بدون ضوء، عالم ثاني. حيل حبيت الجهاز. تخيلوا الجهاز كان مع كود الخصم بأربعين ريال بس، ما شاء الله تبارك الرحمن، عالم آخر. أنا مستمتعة والله أني أقعد هنا أوقات أنا وياها عشان أشغل الجهاز. قد ما أقولكم حلو حلو، في يا بنات سبع ألوان، في نجوم، في سما متحركة زي كذا. طلبت لها كمان جهاز ثاني زيه يطلع أشكال ثانية، لأنها أغرمت بهذا الجهاز. حتى خواتي يبغون يطلبون لبناتهم من كثر ما الجهاز كان حلو والجهاز كان جميل. يلا كلكم كذا اطلبوا لبنوتاتكم، واللي ما عند بنتها غرفة روحي يا رب الله يرزقك يا رب، انتي وبناتك قصر مو غرفة. الله يطعم يا رب بنياتكم، كل واحدة غرفة من أحلى الغرف يا رب يا كريم. سبحان الله العظيم، أنا إنسانة أعشق الأطفال فوق ما تتخيلون. ودي كل أطفال العالم سعداء، وأي إنسان أي إنسان تسول له نفسه أذية الطفل أنا أعتبره حيوان، لأن هذولا أحباب الله، أبرياء أبرياء، يعني إيش أقول لكم، ناقة الله وسقياها، مساكين مساكين إلى أبعد الحدود. فما أتخيل نفسي بيوم الأيام أني آذي طفل، ما أتخيل. ودي أضم كل أطفال العالم لقلبي. شوفوا ممكن البعض ما أخذ فكرة عن أمسارة، أمسارة فيها قسوة، أمسارة فيها جمود، لا لا لا، اللي عرفني من قرب يدري إن دمعتي بسرعة تنزل، حنونة 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 إلى أبعد الحدود. شفتي إلى أبعد، حطي إلى كلمة أبعد الحدود خط من فرط حنيتي على بناتي. خلاص يعني تخيلوا ذاك اليوم أنا حاطة بنيتي الصغيرة الجديدة صباح حطتها عرجولي وكاغيها كغة كغة، ضحكت. تخيلوا قعدت أبكي بس مجرد أنها ضحكت، هي ما تفهم أصلا صغيرة، طفلي بدأ يضحك على الشهر الثالث بس صدف أنها ضحكت. تخيلوا يوم تفاعلت معاي قعدت أبكي، قعدت أشهق بالبكاء من فرط حنيتي على بناتي. فما أتخيل أنه أحد بيوم من الأيام يأذي طفل،
أعتبره حيوان، سواء يذي بكلمة أو يذي بفعل أو يذي بتصرف. أوقات الأم تكسى على عيالها، تضرب عيالها، تخانق عيالها وتندم، هذه الأم طبيعية، ليش تحس بتأنيب ضمير؟ بس اللي باستمرار يكسى على طفل، يتلفظ على طفل، يتكلم على طفل، يغتصب براءة الطفل، هذا أنا أعتبره حيوان من الآخر، مجرد من المشاعر والأحاسيس. فالله يا رب يرزق عيالكم كلهم غرف من أحلى الغرف يا رب يا كريم، وتحطون فيها يا رب كذا كل شيء تتمنونه وكل حاجة تبغونها. كذا يا حبيبات قلبي أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونوا حبيتوا الفيديو وخذيتوا منه أفكار واستمتعتوا فيه وحبيتوا. نصيحة، حاولي على قدر الإمكان تقضين وقت طيب مع أطفالك، حاولي على قدر الإمكان تحتوين أطفالك، حاولي على قدر الإمكان تكونين مو بس أم، تكونين أخت وصديقة لبناتك، تحديدا البناتك، البنات مسكينات يا بنات، احتووهم قد ما تقدرون. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أعطاني بنتين، إي والله أعطاني بنتين، أعطاني جوهرتين، يا رب كذا أني أحسن تربيتهم وأدخل فيهم الجنة يا رب يا كريم. كذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا وحبيتوا الفيديو زي ما حبيته أنا. رب اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.